السلام عليكم ورحمة الله. هزوا الفلاوي. القائل البارح ملك المغرب خطاب بمناسبة ذكرى 46 للمسيرة الخضراء، قال كلمة كانت منتظرة جدا من طرف كل الملاحظين الدوليين وخاصة الملاحظين المغاربة المغاربيين. يعني الكلمة هذه جات في ظرف وين يعني هناك تصعيد في الأزمة القائمة بين الجزائر والمغرب، وكنا ننتظر رد فعل من طرف الملك حول الاتهامات اللي توجهت له من طرف العصابة الحاكمة في الجزائر. أنا نقول العصابة الحاكمة يعني ما نقولش من طرف الجزائر، لأن الجزائر بريئة مما تقوم به عصابة غير شرعية، ما هي لا منتخبة، لا عندها برلمان منتخب شعبيا ولا رئيس منتخب شعبيا. هذه عصابة اغتصبت الإرادة الجزائرية وسرقت ثورة ما سمي بالحراك تاع فبراير 2019، لهذا نسميها عصابة وكل ما يصدر عنها يلزم إلا العصابة ولا يلزم الجزائر ولا شعب الجزائر الذي لا يعترف بهذه العصابة المسلطة عليه. إذا نواصل يعني هذا باش الناس تعرف، مانيش نسب فيها، أنا نسب في هذا الحكام، لا، ولأن ما هما سموا روحهم عصابة. القايد صالح قال عصابة، كلمة عصابة، وزيد هذه عصابة ما عندها حتى شرعية. ما عندها ماهيش منتخبة، ما عندها لا شرعية تاريخية ولا شرعية ثورية ولا حتى شرعية، يعني هذه فرضها روحها، ربي سهل عليها. حتى من ربي إن شاء الله يحرر الشعب الجزائري ويقرر الشعب الجزائري مصيره. إذا كنا ننتظروا في الرد على الاتهامات التي وجهت من طرف العصابة الحاكمة في الجزائر للجيش المغربي فيما يخص مقتل 3 رعايا جزائريين وقصف شاحنات ديالهم في على الحدود المغربي الموريتانية الصحراوية. الملك تجاهل تماما هذه الاتهامات وتجاهل تماما كل ما صدر عن العصابة الحاكمة في الجزائر. في الخطاب ديالو تكلم على الإنجازات اللي تحققت في الأقاليم الجنوبية منها في الصحراء الغربية، وقال انه موضوع مغربية الصحراء لا نقاش فيه وهو غير مطروح للنقاش، وانما كان ولا لمفاوضات، وانما هو السعي لوجود حل لأزمة مفتعلة. ما قال هو يقول أزمة مفتعلة، ونوه بمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية. وهنا يعني ماذا هو كذلك نوه بمجهودات الجيش المغربي اللي وقف الاستفزازات اللي كانت في منطقة القرارات، وانتهى. وحيا الشعوب المغاربية الخمس، هذا قال تحية للشعوب المغاربية الخمس، تمنى لها الرقي والتقدم. يعني أنه ما قصاش الشعب الجزائري، وإنما يعتبر الشعب الجزائري جزء من المغرب الكبير، وهذا شيء حقيقي على كل حال. وفصل ما بين الشعب والعصابة الحاكمة، ماذا بين الناس الكل هذي، يعني لابد من الشعب الجزائري لا يعترف بهذه العصابة الحاكمة اللي راهي تسجن في الجزائريين. حتى في ذكرى 5 جويلية سجنت، وفي ذكرى أول نوفمبر سجن الجزائريين، تقمع في الجزائريين، وسجون الجزائرية راهي فيها الجزائريين محبوسين بتهمة الرأي، إبداء الرأي، الحق في الرأي ما عندهمش. الجزائر ما عندهمش حتى الحق يبدي رأيه.
وهنا نلاحظ أن الملك ما قالش نتمنى الرقي للدول المغاربية الخمس، ولا ما قال للشعوب المغاربية حتى يفصل الدول في مش ما تجيش الجزائر في النص. ولكن احنا نقولوا بلي الجزائر اليوم عصابة ولاد الحرام دمرت الدولة الجزائرية، دولة ما فيهاش قانون ما هيش دولة، هذا هو الدولة ما فيهاش قانون. والدولة والجزائر ما بقاش فيها قانون، ما بقاش فيها قانون يحترم، لأنه الفويوات ما يعترفوش بالقانون. نقول هذا حتى الناس تعرف تميز ما بين دولة وبلاد فيها شعب وفيها فويوات يحكموا فيها. ما كانش واحد اللي يقدر يجي يثبت لي العكس، انه العصابة الحاكمة ما همش دي فويو. اللي قدر يثبت لي بلي همش دي فويو نستعرف به، ولا ما نقولو برك اقنعني كيفاش واحد حاكمين عليه بالحبس في القضاء العسكري ومتابع قضائيا في القضاء المدني بتهم اختلاس وتزوير وتبييض اموال، ويدخل في طائره رئاسيه وما يحطش رجله نهار واحد في الحبس غير كو بور فيدي لو موندا داغي، يعني غير باش يفرض هذيك المذكره التوقيف، ومن بعد يجي ولده ومرت ولده، يعني هل مش مكر في الجزائر ولا واش؟ يعملوا نفس الشيء ومحكوم عليهم بست سنين حبس، وآه واحد خدام عندهم اللي كان مخرج السيارة اللي حكموه بها راهو في الحبس، حكموا عليه بالحبس لأنه زوالي شعبي خدام حزام عندهم. وهما يقول لك براء مع أن هناك وثائق تثبت، لما نجيب لك يقول لك هاو السيد شاري في تراكون 6000 متر مربع، هذا السيد راهو جايب شاري في برشلونة ابارتمون ب 98 متر مربع، هذا النزار وولده مرت ولده ولاده باش عايشين في اسبانيا، منين جاوهم الدراهم باش يعيشوا في اسبانيا؟ هذو سرقوا الدراهم. وبالوثائق ورينا كيفاش هذا نزار دار شركات وهميه باش يهرب الدراهم. ومن بعد تجي القضاء يقول لك لا لطفي نزار بالي على هذا، نقولوا هذا تدمر الدوله الجزائريه. نضيف يعني عد قضاء نجيب قضية جنرال حسن قضى 5 سنين سجن قضاه وانتهى، ومن بعد بعد ما خرج من الحبس 4 شهور من بعد يقولوا ارواح دير الطعن ويخرج براء. اش معناها وزيره سابقه عامين في الحبس الاحتياطي والملف تاعها حابس، وكاين كيما الملفات الحابسين 7 قناطر كوكايين، 7 قناطر كوكايين توقفت جابت ملف توا على هذه نقول سيدي فويو. ما نتكلمش على 3 قناطر كوكايين في سكيكدا و5 قناطر كوكايين في عرزاو، خلاص كي لحقنا للدرجة ما نقدرش نقولوا بلي كان دولة في الجزائر وكان قال اللي قادر يثبت لي العكس يتفضل يتفضل، هذا باش نقول الباقي ما نتكلموش فيه. أنا عودة إلى خطاب الملك المغرب اللي نقدر نقولوا لماذا الملك ما ردش على الاتهامات تاع الجزائر، يعني تجاهلها تماما. تجاهل هذا الناس اللي يفسروا يقول لك هذه حقره حقروهم يحتقروهم. الى حد الان المغرب عمره ما رد على الاستفزازات، سواء لما تهموهم بقتل جمال بن اسماعيل، يعني هذا ولا واحد تمويل الارهاب في الجزائر كذا ما ردوش، قالوا من شعلوا النار في غابات الجزائر وخاصة في منطقة قبيل ما ردوش. إزوال خطرة نفس الشيء ما ردوش، هذه تسمى حقرة. وهذه العصابة تستاهل الحقرة لأن هذه العصابة تحقر في الشعب الجزائري. هاو جاب لها ربي شكون يحقرها العصابة هذه، لأنها تحقر في الشعب الجزائري. كل ما الشعب الجزائري يطالب بحقوقه
تحقروا ما تردش عليه وماشيين قاعدين يتمنداو في الكذب ديالهم. هذا من جهه. من جهه اخرى بالاضافه الى الحقره كاين تفسير اخر، هو انه ما دام الاتهامات لم توجه مباشره ما بعثولهمش وقال راكم قتلتونا ثلاث جزائريين وكذا وكذا باش يردوا عليهم، ما دام ما كانش يخلوهم. والتفسير الثالث، النقطه الثالثه، هو انه ليس على المتهم ان يثبت براءته، وانما على من يتهمه ان يثبت الجرم. على العصابه الحاكمه في الجزائر هي لازم تبين، تعطي الادله بانه ما تقول عندها بزاف ادله، تعطي الادله. وذاك الوقت تبعث للمغرب والمغرب يعود مطالب بالرد، اذا ما يردش ذاك الوقت يولي الصمت علامه القبول. يعني لا هم تعرف بانه ارتكب جريمه وانه ارتكب عدوان ضد الجزائر. اما الى حد الان العصابه الحاكمه في الجزائر تتكلم على اعتداءات متكرره على الجزائر من طرف المغرب، وما عطاتش نهار واحد ربع دليل. وحتى لما تتكلم على ما جاء على لسان السفير المغربي في الامم المتحده اللي يرد على رماد العمامره يقول له الشعب القبائلي هو الاجدر بحق تقرير المصير، نذكر انه الملك في خطاب العرش قال بلي كانت سيد هذا مفتعل من طرف الاعلام والدبلوماسية، وبالتالي يعني تبرأ من كلام الدبلوماسية الاولى. من بعد يجي موراه الوزير الاول ويقول هذا لا يلزمنا، كلام هذا لا يلزمنا. واضحه الامور. دونك الى تجي عجوزه حكمة سارق وشهد لا 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 قلت قلت، وهذيك حاجه اخرى. سمعتوا؟ دونك النقطه اللي تخص الاعتداءات المتكرره الى يومنا هذا، العصابه ما عطاتش دليل واحد. كما قلت قضيه السفير المغربي وقضيه حق تقرير المصير للشعب القبيلي، قلنا الملك يعني خذا تبرع منها، الوزير الاول كيف كيف. وانا نقول يعني كجزائري انه السفير المغربي اخطا في نقطه، هو ليس الشعب القبائلي الذي هو في حاجه الى حق تقرير المصير، وانما الشعب الجزائري باكمله من الجنوب للشمال ومن الشرق للغرب، الشعب الجزائري محروم من حق تقرير المصير، ما عندوش الحق في انتخاب رئيس جمهورية بدون تزوير، ما عندوش الحق في انتخاب برلمان بدون تزوير، ما عندوش الحق في انتخاب حتى رئيس بلدية بدون تزوير. ديما المخابرات داخلة في الانتخابات، ديما التزوير معترف به، التزوير معترف به. يعني يكفي انه لما يحدوا تاريخ الانتخابات الرئاسية بالرغم من التعددية، وأنه يعني في الدور الأول مش ممكن واحد ياخذ الأغلبية لما يكونوا أربعة إلى خمس متنافسين، المنظمين الإدارة العصابة اللي تنظم الانتخابات تحدد يوم واحد دور واحد للانتخابات. نفس الشيء بالنسبة للانتخابات البرلمانية، يعني ما كانش من الأول الامور محسومه ومن الاول النتائج معروفه، وبالتالي حق الشعب الجزائري في اختيار ممثليه وفي اختيار رئيس مغتصب من طرف عصابه حراميه ولاد الحرام. ربي يقدر الخير بلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمه الله.